بصوا مفيش احلى من ان احنا نتكلم النهارده عن الصعيد، لان اصل الهويه بتاعتنا هو اصل التراث المصري واصل كل حاجه فينا هي الصعيد. كمان اهالينا في الصعيد يعني مميزين كده بكل حاجه حلوه، البشاشه والكرم وكمان الثقافه والفنون. هتلاقي من اول بني سويف لحد النوبه هتلاقي كل مدينه وكل منطقه وكل حي عنده تراثه وعنده من القصص الكتير جدا ان ممكن تتقال. لكن النهارده صاحب فكره حلوه قوي عن تغيير نمط تفكيرنا عن الصعيد واهل الصعيد، وهو استاذ محمود بكري. يعني عامل حاجه حلوه قوي الهواري، محمود الهواري السوري، عامل حاجة حلوة قوي، هي صفحة بتتكلم عن الصعيد، تراث الصعيد وحكاوي الصعيد. منورنا. ده نورك. يعني حاجة حلوة قوي اللي انت عاملها. حبيبي تسلم. أول حاجة، أنت منين من الصعيد؟ أنا من جنة. أجدع ناس. من قبيلة هوارة. وجنة جلب الصعيد يعني. يعني أنت اسمك محمود هوارة. اسم محمود أحمد هواري. هواري؟ أه. أمال ليه هوارة بقى؟ هوارة دي قبيلة. قبيلة. قبيلة هوارة. هو الصعيد عبارة عن مجموعة قبائل، قبائل عربية زي الأشراف والهوارة والعرب. فأنا قبيلتي هوارة. بس هوار. بس دي اللي اتغنى فيها وهور يا أبو الهوارة، يعني هي هي دي اللي اتغنى فيها. هم يعني القبيلة نفسها منتشرة في العالم العربي كله. لأن القبائل العربية كلها استوطنت الصعيد بعد الفتح العربي. أوكي. فهتلاقي بقى كل القبائل، يعني رؤوس القبائل والعائلات الكبيرة جدا في القبائل كلها في المنطقة بتاعتنا يعني في الجنوب. منورنا ومشرفنا يا معلم محمود يا هواري. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. قول لنا إيه الفكرة بقى، إيه الحكاية، إيه الموضوع يعني معاك من ناحية التوثيق والتراث؟ هو الفكرة حوالين Humans Fiber Egypt. إحنا ابتدينا كصفحة، لاحظنا يعني فكرة ان مفيش كتير من الناس بتتكلم عن التراث الحي. قرينا شوية عن المستشرقين اللي جم في مصر، المستشرقين الفرنسويين مثلا اللي كتبوا عن الصعيد. واغلب الكتابات كانت كتابات يعني فيها سسبنس شوية كده، يعني عاوزين كل واحد مثلا بيكتب حاجة فحابب يعمل دراما فيها، دراما فيها. ما كانش بينجل الصورة صحيحة يعني. صحيحة أو كاملة. يعني هو مثلا بيكتب كتاب فعايز الكتاب بتاعه يعمل شغل بالضبط. فيكتب عن الخرافات مثلا، يكتب عن لعنة الفراعنة، يكتب عن التعبان الشيخ هريدي مثلا. فاهم؟ احنا يعني أنا مش بجلل من اللي هم عملوه، بس هو ده دورنا احنا. يعني هم عملوا دور تمام، وعملوا كتاب وصف مصر وفي شغل كويس كتير، بس احنا لما شفنا ده فاحنا حسينا ان هو دورنا احنا ان احنا نخش بقى في الأصول بتاعت الموضوع، تأصيل الحدوتة نفسها. ابتدينا نشوف احنا نفسنا ما كناش عارفين ايه التراث الحي، فابتدينا ندور ونفهم ان التراث ده بيبقى في الملابس، في الأزياء بتاعتنا، طريقة الأكل بتاعتنا، الاحتفالات، المزيكا. لكن ما كانش في مراجع رسمية موجودة بتثبت اي حاجه من الحاجات دي؟ لا للاسف. انتوا قعدتوا تدوروا عليها؟ بالظبط. يعني احنا بقالنا 10 سنين شغالين، فابتدينا مثلا بالالعاب الشعبيه. يعني كان مثلا لعبه شعبيه زي المرماح او التحطيب. يعني مثلا انت ممكن تشوفها لعبه شعبيه لكن هي لها دور مجتمعي عظيم جدا. اللعبه دي ممكن مثلا تنهي خلافات ما بين قبيلتين. يعني انا مثلا عندي مرماح فانا بدعيك انت من قبيله تاني، ممكن يكون بين القبيله دي وبين القبيله التانيه مشاكل. فان هو يقبل الدعوه وياجي اللعبه زي ود بالظبط، فبتزول الخلافات. فهي ليها بعد مجتمعي. نعرف الناس برضو ايه المرماح وايه التحطيب، يعني يمكن احنا عارفينهم بس برضو نوضحهم بشكل ايه مفصل. لو كمان معانا بعض الصور يبقى كويس، يبقى حاجه كويسه قوي. تمام اتفضل. هو المرماح كانت المرماح دي لعبه شعبيه من اكبر الالعاب الشعبيه اللي بتحصل، مرت بتطورات كتير جدا بس فيها جانب حربي. يعني اللعبه دي مثلا فيها الكر والفر، فيها فكره المبارزه على الخيول، فيها فكره اثاره الغبار من خلفك لبس الرهبه في العدو. تمام. كل ده طبعا لما ابتدينا يعني ابتدى شكل الحرب تتغير فاصبح ده تراث. فالناس حولته للعبه شعبيه بالظبط، بيلعبوها في المولد وفي الافراح.
لعبه ممكن تجمع اكتر من 5000 بني ادم او 6000 بني ادم بيتفرجوا بالظبط، وفرسان مثلا 200 فارس 300 فارس ومن قبائل مختلفه بيجوا من كل مكان. طيب هوريك دلوقتي، انا عايز اسالك سؤال، هل ده بيحصل بس اوقات الافراح واوقات واوقات مثلا الاحتفالات، ولا ممكن يحصل في العادي ان انا مثلا بنظم للتحطيب مثلا حفله للتحطيب، بنظم حاجه من الحاجات دي، مش لازم يكون في مثلا مناسبه معينه؟ بص احنا لما ابتدينا نشتغل من 10 سنين مثلا، كان ممكن المرماح بيتعمل مع المولد مع الفرح. دي صور من المرماح. ده كان بيتعمل مثلا مع مولد مع فرح. الله. الله، انت اللي مصور الحاجات دي؟ دي صوره بسببها اتفتحت سيمه كامله في مسابقه في الامارات للمرماح. يعني كانت في حاجه اسمها التبورده في المغرب، لعبه بالخيول تراثيه. هم مهتمين بها اهتمام غير طبيعي. هو بيبقى فعلا شكل الخيل كده في التبورده، يعني شكلها هي مش دي ده المرماح. اوكي، هم كانوا عاملين مسابقه اسمها التبورده لان هم مهتمين جدا. انا رحت باعت المرماح وكتبت ان احنا عندنا حاجه شبه التبورده ويمكن ليها عمق عظيم جدا زي التبورده برضو. تمام، الصوره كسبت في المسابقه، والسنه اللي بعديها اتفتحت المسابقه بقت للتبورده والمرماح. دي ايه بقى يعني؟ دي ايه اللي معانا دي؟ اللي فاتت كان فيها غبار كده وفيها برضو تحس ده هنا شخصين معديين من جنب حلقه المرماح. تمام، وهنا الحصان والفارس في لحظه جدل، يعني في لحظات بتحصل ما بين الحصان وما بين الفارس. هو مين المسيطر، وهل الفارس هيسيطر على الحصان ويكمل بيه المرماح، ولا الحصان هو اللي هيسيطر وهيوقع الفارس، هيمشي دماغه بالظبط. فدي من اللحظات الجدل اللي دايما بتحصل جوه حلقه الرماحه يعني. بس الصورة حلوة قوي، وحتى يعني انا يعني بحترم الابيض والاسود في المصور، او المصور بيصور ابيض واسود، لان بيبقى الموضوع اليت، بيبقى فيه كده كلاس كده في الصورة مهما كان. يعني بص الصورة اللي انت مصورها دي برضو، انت كل الصور دي انت اللي مصورها هواي. ما شاء الله. طيب التصوير ده مهنتك اصلا في العادي، ولا انت بتشتغل حاجة والتصوير ده هواية وهو اللي خلاك بقى تعمل الصفحة وتكمل؟ لا، هو انا كنت في الاول فاتح محل. تمام، وبعد كده قررت ان انا هقفل المحل وهصور. اوكي، تمام. ففي الاول كنت ممكن انزل مثلا مرماح اصور، انزل تحطيب اصور. تمام، بعد كده ابتدى الموضوع يشدني اكتر، ابتديت اجرى عن الموضوع، الف في الموالد وفي البلاد، لحد ما اتكونت عندي رؤية. ودي ما كانتش يعني، حتى هيومنز فابر ايجيبت ما كانتش رؤيتي لوحدي. تمام، هي كانت رؤية اكثر من فنان، وكلنا من خلفيات فنية مختلفة. يعني عندنا مثلا دكتور متحمد سوداني، ده راجل من اعظم النحاتين اللي في مصر ما شاء الله. عندنا مثلا فنان عمار ابو بكر، ده من اعظم الرسامين برضو اللي في مصر، ده كان من اكثر 10 شخصيات مؤثرين في 2014 على مستوى العالم. عندنا الكاتب عاصم عبد الحميد، كلهم صعايده. كلهم صعايده، ده اللي انا بحبه بقى. يعني في الثقافه كده تلاقي برضو لما بتبعد عن القاهره تلاقي الموضوع في الثقافه عالي زياده. والشباب عندهم كده هويه عايزين خايفين عليها، زي ما انت دلوقتي بتعمل كده هويه. هو يعني احنا الهويه، احنا بنعتبر يعني، او احنا بندعي ان احنا من حراس الهويه. لان يعني كتير جدا في القاهرة وفي اسكندرية وفي بلاد كتير، الناس بتبحث عن الهوية وبتبحث عن أصولها. عندنا ناس أصحابنا مثلا أصولهم من الصعيد، بيجوا يدوروا على عائلاتهم. بيجوا يدوروا على عائلاتهم، يعني بيجوا مثلا أنا من عيلة كذا، ممكن توديني مثلا البلد بتاعتي، فنبتدي احنا نجوم معاه بالرحلة دي. ما يبقاش عارف مثلا ان ما يبقاش زار بلده في الصعيد خالص. هو يعرف ان هو من الصعيد. انا مثلا اصلي سوهاج مثلا. وبعدين منطقة الصعيد بالذات في بعثة بلجيكية اكتشفت في قرية في جنة اسمها الترمسة. موميا لطفل عنده 10 سنين من 55,000 سنة. تمام، فاحنا المنطقه الجنوبيه دي كلها كان فيها حياه قديمه جدا.
يعني احنا مش 6000 سنه بس، احنا 6000 سنه القدماء المصريين ابتدوا يفهموا يعني ايه فكره هويه او حضاره. تمام، فهم يعني ابتدوا يتواصلوا معانا ويبنوا المعابد ويرسموا عليها التراث بتاعهم الحي وحياتهم اليوميه. احنا عندنا معبد اسمه دندره مرسوم في جداريه القدماء المصريين حاطين عليها الموضه بتاعتهم، الجيب اللي كانوا بيلبسوها، البلوزات. تمام، فهم تواصلوا معانا، فما ينفعش هم يتواصلوا معانا بالطريقه دي واحنا ما نحافظش على التراث اللي موجود حاليا معانا. يعني هم تواصلوا معانا باهميه ده، وخلوا بالكم احنا اللي بنحاول نوصل لهم، يعني احنا اللي بنحاول نوصل لهم مش هم اللي كانوا بيحاولوا يوصلوا للمستقبل. يعني العكس صحيح، بالعكس ده احنا لو جينا نفكر ان اغلبيه الاشياء الحاليه اللي احنا يعني في حياتنا باشكالها المختلفه سواء كانت العلميه او الثقافيه او حتى كمان الطبيه، يعني لو جينا نبص عليها نلاقيها ان هي كانت في الاساس اصلا ليها اساس وتاريخ وليها اساليب، واحنا ممكن اصلا لحد النهارده في بعضها مش عارفين ازاي نستنتجه ولا عارفين كمان نوصل له. يعني طب قول لي، يعني انت برضو انت مع حبك للتصوير بشكل كبير جدا، انت كمان قررت تفتح مدرسه لتعليم التصوير، قول لنا عباره عن ايه، وهل هي خاصه باعمار سنيه محدده؟ لا، هي مش خاصه باعمار سنيه محدده، ومدرسه التصوير اللي يعني قررت ان انا اعملها ما كانتش فكره مدرسه التصوير ان احنا نعلمك مثلا اداء الكاميرا عامل ازاي، ازاي تتعامل مع الكاميرا، لان ده بسيط جدا وممكن اي حد يدخل على الانترنت في خلال يومين هيقدر يمسك الكاميرا ويصور بيها. بس انا كان دايما يعني كنت دايما في لما بدات تصوير في الصعيد فابتديت اجي القاهره بقى يعني علشان ابتدي اشوف مصورين تاني واتكلم معاهم، فدايما كانت النصايح اللي هم بيدوهاني اتفرج على شغل ناس اجانب وانزل نفذ نفس الصوره، تاخد يبقى ليك ريفرنس بالظبط. فانا كنت بتضايق جدا من الموضوع ده، فبقول لهم ليه اتفرج على شغل اجانب؟ لاني انا يعني هتاثر، هم عندهم ثقافتهم اللي بتنعكس على طريقه تصويرهم. تمام، فانا ليه اتفرج على ناس اجانب وانزل اعمل زيهم يعني؟ فكان ده غريب جدا بالنسبه لي، فقررت ان انا اشتغل على مدرسه مصريه. يعني يبقى يعني احنا في السرد عندنا طريقه السرد مميزه جدا، في السينما، في الحكي عندنا طريقه حكي مميزه جدا جدا جدا، حتى لما نيجي نعمل سينما بنروح لطريقه الحكي الاوروبيه، مع ان احنا عندنا طريقه حكي عبقريه جدا، وعملها عطف الطيب وعملها كله ناس كتير في الثمانينات، كفايه الخال بالصعيد يعني الابنودي لوحده، الابنودي طبعا العظيم بالظبط. فابتدينا نشتغل على مدرسه مصريه، يعني احنا مفروض نصور ايه يا جماعه؟ احنا النهارده مثلا في اكتر من 50 مصور بيشتغلوا على رؤيه واهداف هيومنز فابر ايجيبت، ازاي تقدر توثق الشغل والطعام والاداب الطعام عندنا عامله ازاي، الازياء بتاعتنا عامله ازاي، كل الموروثات والثقافات بالظبط. يعني احنا عندنا دلوقتي 50 مصور بيشتغلوا بنفس الطريقه، يعني فده كان نجاح عظيم جدا احنا وصلنا له يعني جدا. طيب هواري، برضو عايز اسالك على موضوع المعارض اللي اتعملت للمدرسه بتاعتك والناس اللي اتعلموا في المدرسه، كمان عايز اسالك على موضوع التحطيب واليونسكو، وان انت دخلت التحطيب ان هيكون من الالعاب التراث اللامادي بالظبط. كلمنا بقى عن اليونسكو وعن كمان التحطيب. هو التحطيب مرسوم برضو على المعابد، كان هو طريقة فنون الحروب، وبرضو لما تحول فكرة الحروب بشكل تاني فابتدى ده يبقى نوع من التراث، وهي كمان دخل عليها رقص شعبي. يعني التحطيب رقصة كمان مش مجرد، ليها أساليب يعني بالظبط، ليها أساليب وليها حاجة اسمها أبواب، وفي ابواب مثلا اسمها ابواب الموت، ابواب الموت دول 7 ابواب أصلاً. فلاعب التحطيب بيبقى فاهم كويس جدا ان هو بيلعب من ابواب اللي هي الابواب السلميه، ابواب الموت او الابواب السلميه دي ممكن تكون الستايل اللي بيتلعب بيه. يعني النهارده مثلا الضربه دي مثلا دي من ضربات ابواب الموت، ولا انت قصدك ان يبقى مثلا في زي زفه مثلا باب للموت ده؟ لا لا لا، ابواب الموت دي فعلا هي بتبقى حركات تمام خطيره جدا في اللعبه، ممكن تؤدي الى الموت. ومن عظمه الالعاب الشعبيه في الصعيد ان هو بيلغي حد الصقر، يعني لو واحد مثلا
مات في التحطيب بعيد عن ابواب المتر، لان هم ما بيلعبوش بالدافع بالستايل ده، بالستايل ده، بس هم موجودين يعني لان هو فن حربي. فبيسقط حد الصقر في التحطيب او في المرماح، يعني لو حد مات في المرماح عن طريق الخطا ما بيبقاش في طار ما بين عيلتين او ما بين قبيلتين. مش لان هو كانوا بيلعبوا، كان الموضوع كان منظم مثلا كلعبه، ما فيش ضغائن من البدايه او الكلام بالظبط. يعني التحطيب مثلا دايما بيبقى فيه محكم موجود، لو حس بان اللعب بيتحول الى قتال فبيتم انهاء اللعب فورا. بس ده بيحصل يعني، بيحصل اكيد في المباراه مثلا، ولا في القتال بتاع التحطيب بيحصل في المبارزه دي، بيحصل ان مثلا يبقى في سن ايه ده هما بيلعبوا بجد ولا بيهزروا، بيحصل السسبنس ده؟ بيحصل، بيعلى الموضوع. يعني يعني مثلا الرجاله اللي واقفه، لو انتوا الاثنين ما بينكم خلافات وهم فاهمين ان انتوا بينكم خلافات، مستحيل يخلوكم تنزلوا تلعبوا مع بعض. بقول لك يا محمود معلش هنا، معلش يا باجو ممكن ارجع الصوره اللي فاتت دي؟ ايوه دي. هو هنا ده ايه؟ ده تحطيب ومرماح في نفس الوقت؟ ده المرماح دي اسمها الصبيه. تمام؟ والصبيه دي بتمثل فكره المبارزه على الخيول. بيبتدي الفارسين بيلفوا في دايره مغلقه، الكسبان اللي هو بيقدر يجبر الفارس الاخر ان هو يوقف في نص الحلبه وبيلف حواليه لفتين وهو موجه ناحيه الزانه. الزانه هي طويله قوي، انا شايفها طويله قوي بالظبط. وهو يعني لو بصيت في فكره الحربه كمان، يعني الزانه دي استبدال للحربه. بس بص الخيل عندكم حلو، انت عارف انا فرستي جايبها من عندكم من اسوان في الصعيد، وعندهم الخيل بقى بص اللهم صل على النبي حاجه تشرح القلب، تلاقي الحصان كده الفرس وهو خارج الله اكبر، ربنا يديم الخير لاصحابه. طيب برضو كلمنا على توثيق باقي الفنون اللي انت بتعملها في المدرسه، هل بس ده انت في المدرسه بتعلم التصوير بالهويه المصريه بس، ولا في كمان حاجات تانيه ممكن تكون بتتقدم في المدرسه؟ احنا عندنا كذا مشروع شغالين عليه. اخر فتره كان دايما السياحه بعد اللي حصل بقى يعني في البلد وكده، ففي خوف على الزوار جدا يعني. فالزائر بيجي بينزل من الاتوبيس بيخش المعبد، فبيطلع يركب اتوبيس تاني وبيمشي. ما يقدرش يتجول، ما يقدرش بالظبط. فاحنا عملنا مشروع عظيم جدا احنا سميناه تواصل، فطبعنا اكتر من 200 بورتريه بيجمعوا اكتر من 100 لفه عمه مختلفه، لان لفه العمه دي في الصعيد موضوع كبير جدا. يعني انت ممكن تعرف واحد من هو داخل عليك من لفه عمته، ممكن تعرف هو بيشتغل ايه ومن انهي قريه. لفه العمه بس؟ من لفه العمه، يعني تجار الجمال مثلا ليهم لفه عمه مختلفه جدا. تمام؟ فهو داخل عليك انت بتعرف ان هو مثلا تاجر جمال من ادفو. ايه الحلاوه دي؟ من العمه. ايه الحلاوه دي؟ بجد. ممكن من الجلابيه تعرف ان هو مثلا من سوهاج، من طهطه. تمام؟ فده كان شيء يعني من التراث ثري جدا جدا جدا. طب والحاجات دي بتدرس يعني؟ الحاجات دي النهارده انا واحد ما اعرفش اللفف بتاعت العمه والحاجات دي، هل ده بيبقى طبيعي بقى خلاص مع الممارسه ان انا بعمل الناس دي وبعمل الناس دي وبعمل الناس دي فبعرف، ولا مثلا يجي الاب يقول لاولاده اللفف؟ ما هو ده دورنا احنا يعني. ده الدور اللي احنا خدناه. يعني احنا عملنا اكتر من 100 لفه عمه مختلفه، وعملناهم على جداريه كبيره جدا مع صوره، مع صور مختلفة للستات والأزياء المختلفة للستات، وحطناهم قدام تمثالين ممنون في لوكسور. فبيجي السايح ياجي يشوف التمثال، تمام، ويبص يلاقي جدارية عظيمة جدا عليها أكثر من 200 وش شخص. بس ال 200 وش يعني دايما بيقولك الملامح والتجاعيد، الصورة انت ممكن تشوف منها مجتمع كامل. يعني ممكن العمة، الجلابية، تمام، لفة العمة، نوع الجلابية، التدكيك اللي بيبقى في الجلابية. في حاجة اسمها سكة حديد. سكة حديد دي بيعملوها الأسيطة، فأنت أول ما تلاقي واحد مثلا لابس جلابية سكة حديد فبتعرف إن هو من أسيوط. أيوه. فده كله بتحمله الصورة، هي ما بتحملش بس وش أو تجاعيد أو ده، لأ. الصورة إحنا مؤمنين جدا إن الصورة ممكن تعبر عن مجتمع بهويته كاملة في لقطة واحدة بس. فكانت دي من الحاجات العظيمه جدا اللي احنا عملناها. الجداريه كانت بتعبر عن الازياء والملابس والوشوش، وكانت يعني نقلت فكره هيومنز ان احنا ازاي نزلنا الشارع وابتدينا يعني نحط حجر اساس تعليمي للناس كمان، الناس تشوف الهويه دي. لان احنا اخر فتره
بيبقى في تعمد في طمس الهويه، ولان الشعوب اصلا بتستمد قوتها من هويتها بالظبط، فاحنا حاسين ان ده دورنا يعني دلوقتي. طب ليه، ايه اللي يخليك تقول تعمد؟ ليه؟ يعني مثلا، ولا هو ممكن عدم معرفه او عدم ثقافه مثلا بشكل معين، هي جت معاها الامور بالطريقه دي مع الوقت ان هي ممكن بتنحدر او ممكن بتقل مع الوقت. ما هي يعني احنا مثلا كنا بننتج ازياء كتير جدا على النول. أيوه. النول دي اداه مصري قديم اصلا. تمام، احنا النهارده بنستورد كل حاجه من الصين في الملابس بتاعتنا. ف يعني البيزنس خلى الموضوع يعني انا عايز اموت المهنه دي عشان اعرف ابيع. تمام، يعني ممكن تاجر مثلا عايز يبيع، فمثلا يجيب بتوع النول دول بدل ما يخليهم يشتغلوا نول اكتر فياخدهم يشغلهم في المصنع بتاعه بمكن ويديهم فلوس اكتر او اي حاجه. فاهم؟ ففي دي فكره التعمد، ان الناس نفسها بتبتدي تطمس الاشياء دي. تمام، حتى في الصعيد عندنا احنا لما اشتغلنا في المرماح، المرماح كان بيتعمل مرتين في السنه، احنا بعد 10 سنين دلوقتي المرماح ممكن يتعمل اكتر من 300 مره في السنه. ما شاء الله، ودي من النجاحات اللي احنا وصلنا لها وحاسين بيها والناس كمان حاسه بيها. احنا قدرنا نخلي الناس بدل ما بتشوف مثلا حد فقير او جاهل او قاعد في بيت طين مثلا ويقول هو ده الصعيد، خلينا لما يشوف فارس راكب حصان بجلبيه وشكله فارس عظيم يقول ان هو ده الصعيد. فهو الناس ممكن تدعمك في ده لو فهمت اهميته، يلتفوا حواليك وكمان يتاثروا بيه. بالظبط، وجيل بيسلم جيل زي ما انت قلت، وده مهمتكم. بالظبط، نورتنا يا محمود. ده نورك والله هواري، انا بجد فخور بيك، فخور بكل اهلنا في الصعيد، وبتمنى يا رب كده اجي في مره بقى اتفرج على تنورنا طبعا، اتفرج على التحطيب. تنورنا طبعا جدا ونورتنا. شكرا جدا. شكرا جدا، شكرا جدا ليك يا محمود، متحدث فاضل جدا على فكره. جدا جدا تسلح. لا وثقافه عاليه جدا. شكرا. طيب دلوقتي بقى فكرتنا خلصت، خلينا نطلع لفاصل ونرجع مع المستشار احمد فوزي حكازي. استنونا.